السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله. في هذه التجربة على قناة حوحة الفوتسال 181 فول لبنان أحببت أن أشارك معكم تجربة علمية، ما الذي سوف يحدث إذا أضفت يعني قليل من الكلورو، وضعته داخل يعني قنينة ثم أضفت إليه يعني قليل من الألكول. علي سوف نقوم بمشاهدة هذه التجربة العجيبة جدا والتي أدعوكم طبعا حل تجربتها، لأنه سوف يحدث يعني صوت، هي تجربة صوتية إن صح التعبير، سوف تنفجر يعني هذه القنينة طبعا الحل، وسوف تحدث يعني انفجار كبير جدا، يعني صراحة شيء رائع جدا أدعوك لتجربته. فأول شيء سوف تقوم به هو أخذ يعني بعد المسحوق هذا، الحين يعني بعد أن نضفنا الكلورو داخل القنينة سوف نضيف إليه كما ذكرت الكحول، قليل من الكحول بهذه الطريقة. يبدأ يعني في اللون الأصفر كما نشاهد أحباب في الله. عندما سوف يبدأ يعني باللون الأصفر سوف طبعا سوف يحدث انفجار كبير جدا. طيب الحين ابتدأت يعني حركتها الرياح كما سوف تشاهدون، يعني لن طيب انا الحين يعني سوف اضع قنينة اخرى، لاحظوا معي فقليلا فقط من الكلور وقليلا من الكحول، ثم تضعها يعني في اي مكان، تقوم باغلاق بطبيعة الحال القنينة بشكل جيد اذا كنت تريد الحصول على انفجار كبير جدا. الحين لاحظوا معي القنينة الأخرى التي وضعناها يعني بدأت بالانتفاخ، سوف يحدث انفجار، سوف يحدث انفجار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كل شيء أحباب في الله في هذه التجربة التي شاركتها معكم، التي ليس لها ضرر طبعا الحال كما ذكرت الأول عليك، فقط يعني الصوت الذي تحدثه هو الشيء الذي هو مزعج، لهذا أنا شخصيا خارج نوعا ما برشلونة حتى أقوم بهذه التجربة. الكلورو فقط مع الكحول سوف تحصل على هذه النتيجة. أتمنى أنك تقوم بتجربتي على منزلك، وإذا كنت تريد مثل هذه التجارب العلمية من وقت لآخر سوف أقوم بوضعها في القناة، وأراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة. لا تنسوا دائما زيارتنا على موقعنا www.5.com والإمام الله صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/حوحة1981فول. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما الجديد الفيديوهات. في أمان الله.